اكسبكتيفيتي. يعني انت اول مره السنه تتعامل مع سي اس معانا هنا؟ بس مش من الكود، الكود هننظم مع بعض، بس احنا مش بننظم هنا. لا انا مبسوط. دي طبعا انت بتاخد درجه اللون بالكلر صح؟ طيب. انت ليك بونص عندي يا عبد الله، بس البونص كبير شويه. ماشي. في حاجه ثانيه؟ فين؟ ده؟ حاول تستفيد من التاسك بتاع زميلك، لان زميلك هو 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 الفكر بتاعه نفس الفكر بتاعك يعني. هو ده ما كانش سابق عنده عشان كان الزوم الشاشه عنده الزوم بتاعه. هو انا مش عايز منك اكتر من كده يعني. لما يكون واحد طلع بمحاضره واحده زي كده تقدر تقول النتيجه كويسه الحمد لله، بيذاكر اللي هو عنده مذاكره كويسه. عارف لو هو كان عنده خلفيه قبل كده ما كنتش هبقى مبسوط للدرجه اللي انا مبسوط بيها. مش عشان حاجه، اللي عنده خلفيه دول تعبوا اكتر منه، ان هو تعب وخد المعلومات دي يعني ابن خرابك ايه بيدور عليها على الانترنت يدور على كذا، فاكيد دي حاجه كويسه. الله ينور عليك يا عبد الله. طيب مين تاني؟ مين ده؟ مي. مي ماشي هسيبك كده مي. ده التاسك ده بايظه منك ليه؟ مش مشكله هتظبطيها تمام؟ بدات تتعامل مع الفروض بطريقه كويسه دلوقتي، ان انتوا تجيبوا حاجه هنا وتودوا حاجه هنا، بقت الدنيا زي الفل شويه. دي كفر دي صح؟ كفر؟ بس في مشكله هنظبطها في الفونت يا شباب، خلي بالكم في مشكله مع الفونت المره الجايه بنظبطها. حد يفكرني يقول لي الفونت لازم يبقى ريسبونس، الفونت لازم يبقى ايه؟ ريسبونس. خلاص؟ حد يذكرني كده يقول الفونت عايزين يبقى ريسبونس. طيب. ماشي يا مي؟ طبعا احنا بس ما خدناش ميديا كويري برضه نفس الكلام، نفس انتوا كنتوا بتحلوا مع بعض التاسك ولا ايه؟ ايه؟ طيب ماشي ماشي يا مي الله ينور عليك. دي لينكات برضه انت مش عارف تربط الموضوع ده تقلل اه ماشي 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 ماشي. مين ده؟ ايوه خش على البوم. البوم؟ محمد صلاح؟ اه كنترول زيرو. اه حلو. اه انت عامل اكتر من ويب سايت. اه. ماشي. الله ينور عليك يا محمد. اعمل هوب اللي فوق دي. انت كنت بتستخدم هافر. اه. اه. دي؟ اه. خش على اللينك. اه دي فايدة اللينكات ان انت عندك من اي صفحة تقدر تنتقل من ايه؟ من صفحة تانية. خلاص؟ بص شباب لما السيف بيتهايت على حسب اوفر فلو ده اوفر فلو اوفر فلو تمام؟ دايما ما تديش هايت، ما حدش يدي هايت لحاجه، ما حدش يدي هايت لحاجه، هايت للحاجه مثلا زي اللوجو زي الدفايه دي حاجه عارفه عارف مصيرها ايه. خلاص؟ الله ينور عليك يا استخدامك مع هو انا ملاحظ هنا استخدامه مع الالوان كويس جدا، ده اهم ميزه عندي. استخدام انا دخلت الشنه اللي جيت لون متضارب مع لون مع لون، دايما دي تلاقيها موجوده عند البنات اكتر بسرعه اكتر، بيستغرب ان محمد صلاح موجود عندي تمام؟ درجه الالوان تبقى بالطريقه الكويسه دي حاجه كويسه، انا ببعت لكم مقال بيتكلم على الالوان ودرجه الالوان وازاي تستخدم اللون ده مع اللون ده، حاجه مهمه جدا، ان انت ازاي تعمل درجه الالوان في الصيف بتاعك ده حاجه مهمه جدا. في واحد كمان فين ده؟ ده؟ فين ده؟ دبليو 3؟ اه عايز الناس تسال كده تحت عملت ازاي؟ دي دي لا انت جاي ايمج كلها كلها ايمج هو واخد ايمج كلها وهي في دبليو 3 كلها ايمج برضه معموله بالفوتوشوب معموله بالفوتوشوب ايمج في الويب سايت بتاع الواحد ده يعني مش كده فين تاني؟ ده؟ اه ماشي الزوم هنظبط ده بالميديا كويري ما تقلقش خالص مش عايزك تقلق الله ينور عليك يعني انا كنت بحته في غلطات وفي مشاكل انت ظبطتها خلاص انت عاطي ويتس للصور ده ويتس 100% 100% في صور من قبل فانت هتظبطها بقى الله ينور عليك هو الميزه اللي انا شايفها عندك تناسق الالوان مع بعضها لحد دلوقتي ومع التنسيق مع كل حاجه يعني بس اللي انا شايفه متميز عن حد تاني الالوان الالوان دي حاجه مهمه جدا الله ينور عليك يا عبد الله هنغرم كتير
مين ده؟ مروه؟ مروه انا برضه مبسوط بيك يا مروه ان انت اول مره تتعاملي مع الاتش تي ام ال وتتعاملي مع البرودكت ده تطلع نتيجه. انا والله مبسوط بيك جدا. ولازم تبقى مبسوطه بنفسك وفي جديد في تاني بعد المحاضره دي اكيد هتزودي في تاني او هتعملي بعد التاسك كده بعد حاجه تانية. خلاص فانا مبسوط بيك ان انت اول مره تكتبي سي اس اس صح؟ اول مره برضه؟ اول مره ما تعرفيش عن الكلام اللي انا بقوله خالص. طيب ماشي الله ينور عليك يا مروه. احمد رضا؟ مين احمد رضا؟ اه مين؟ اظبط ازاي؟ انت اساسا هو بتعمل استخدم البوردر بس الجد الشادو بس الطريقه خفيفه شويه بس انت بتستخدم شادو كويس. عايز تستخدم بطريقه خفيفه بس هو مش بيستخدمه هنا كده لو فرحت الموقع هتلاقيه انت بتستخدم ايه بطريقه كبيره شويه بس الله ينور عليك. وحاول شباب الفونت تجيبوه منه. انا عايز اخد فونت منه. الانسبكت اليمنت عايز اخد الفونت ده. الفونت ده مش عارف هو ايه مثلا الفونت ده الانسبكت اليمنت هتلاقي حاجه اسمها فونت فاميلي هنا. حاجه اسمها مين؟ فونت فاميلي. ادي الفونت بتاعك خد الفونت منه. دايما وانت بتجلد موقع خد الفونت اللي انت عايز تجلده. تمام؟ طبعا ده ايكون هناخد الايكون مع محاضره مش عارف لا انا باخد اسم ممكن تنزل الفونت بتاعه في الداتابيس فكده كده هنضطر انزله واحطه عندي. ما انت هتاخد اسمه وتسرش بيها تجي. هو دايما ما بيغيرش. انا عملت برضه لايك يعني احنا سمينا الفونت بتاعنا ابلوبا هو مش بالطبيعي بيسمي الفونت كده هو بيسميه بنفس الفولدر او بنفس اسمه فتلاقيه دايما ايه بيستخدم نفس الحاجه. خلاص هو ايكون اهم انا عملتها الايكون اضطريت اجيب اللينك بتاعها. الراجل ده مين؟ عبد الله. انت دي ايه دي بقى؟ ده دروب منيو. طب عملت جافا سكريبت دي ولا ايه؟ ها؟ سيلكت؟ ده بص فكر تفكير اركب منا بقى. بص انا عايز اعمل الهافر ده فما عرفش عارفين انتوا الدروب داون اللي هو السيلكشن سيلكشن وجواه اوبشن جواه اوبشن حل الموضوع. بس طبعا مش هنعمل كده طبعا. هتعملها بقى بايه؟ باللي احنا عملناه النهارده. بس كويس ان هو بيحاول حل ما خدهاش. بفكر فيها. ده بيديك حريه تفكير كده. مين عبد الله؟ احمد الله ينور عليك. مين تاني؟ عمر مين؟ عمر مين؟ زي الفل. بس انا عندك مشكله طول ما انت معايا كده مصحصح عايزك المشكله اول ما اشوفك كده اقول لك عليها. اللي انت الفونتات حطها في فولدر اسمه فونت. الايمج حطها في فولدر اسمه ايه؟ ايمج. لكن انا ما عنديش اي تعليق تاني. انا شفت السايت بتاعه بصراحه جميل يعني. تعال شوف السايت الاولاني اللي هو كان في التاسك. حاول تستفيد من زميلك الشباب في التاسك لان زميلك هو عنده مشاكل وانت اسال. يعني انا عاجبني لما تقول لي اعملها دي ازاي اعملها دي ازاي ممكن يبقى ما عملش حاجه ده ايه ايمج زي ما محمد صلاح كان عامل ايمج فالفت الفكر بتاعه. طيب ده بس سكول ده انتوا ايه البوردر اللي فوق ده مش مين؟ عبد الله محمد رضا ماشي. البوردر انت اللي قصدت تعمله ده انت عامل الخط ده ماشي. لا نوع عليك. انا ما يهمنيش ان هو جاب كتير الريسبونسيف الصراحه. الريسبونسيف انا اعرف الريسبونسيف تمام. انا اعرف يعني مثلا لما صار كده زميل محمد صار بيقول عايز اعرف الريسبونسيف هو الريسبونسيف انا اعرف. خلاص طيب عايش يا محمد رضا. محمد رضا عمر رضا عايش برضه عايش الله ينور عليك. انا حاول اعمل تاسك شباب مش عايز كل السايت يعني مثلا عاجبني ان هو مش جايب كل خلاص قابل اول طلعه مش لازم اكمل خلاص. انا بقول لك اهو عملت اول طلعه مش لازم تكمل خلاص على جزاء ما هو عملت اول طلعه والباقي ما كله طلب وبس. خلاص الله ينور عليك يا احمد عمر رضا. كنت شغال مع محمد صلاح ولا ايه؟ مش هو مش ده كان موجود هناك؟ مش هو كان هناك؟ لا 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 طيب ماشي برضه استخدم الحته اللي هي الفيكس ده اتشمنت بطريقه كويسه. بس انت عامل البتاع دي ازاي؟ انت مظبطها فليكس كده؟ لا ده البطن ده انت عامله فليكس ازاي؟ مش هتقوله بوردر ولا اي حاجه هو بس باك جراوند وخلاص على كده. طيب هو بص شباب عشان بس ما حدش يستغرب الباراجراف ده وده عشان انا عاطي الباك جراوند باك جراوند تحت فهم طالعين بره تحس ان هم هم طالعين كده ان هو باك جراوند عاديه خالص مش ايمج عارف لو ايمج غطى على بعض فدي باك جراوند عاديه خالص عشان انا عجباني يعني الشكل الديزاين بتاعها جدا فوق. طيب عاش عمر. مين تاني؟
عبد الله تاني، عبد الله التاني برضه نفس الكلام، الايمج في الفولدر والسي اس اس فولدر والاتش تي ام ال فولدر، مفيش مشكله. فين ده انت جبت دي الصوره دي؟ صوره الحمد لله. ده الصوره دي صوره، هو عامل صوره، هو دور على الصوره وعملها، بس احنا هنجيبها فوق. انا لما جبت الايكون، جبت الايكون اللينك بتاع الداتا بيز اللي موجود في الدا. الله ينور عليك يا عبد الله. ايه ازول؟ انا كنت شايف، معلش انا اسف، انا افتكرت انت طلعت اول طلعه وسبت الباقي. ده صورة ولا ايه؟ طب انت صورة ولا ايه؟ حلوة دي. انتوا بتخوموني ولا برضه اشوفكم فوق؟ يعني انتوا بتخوموني يا جدعان. هو هيكون كله كده. ارجع تاني. هو انا اللي لاحظته ايه؟ كلهم عاملين مش عارفين يعملوا الكلر. فلما عمل لي جدي فيها كلر، لا لا تعالى شوف بقى الموضوع. انا عندكم مش واخدين صوره، لان انا لو واخدين صوره كان اديني الكلر، كانت الجلوله احمر ولا بتاع، دي كانت كشفها الوان. يعني لو تلاحظ ده كان مكشفها الوان، بس انا بحس بقى لهم. لا انا عادي عادي، بس عادي مش مشكله. بس المهم انت عارف تعمل لها الله يمين، انت هو دي اللي يهمني. لكن انت هتعمل ايه؟ باك جراوند وبوردر. انا عارف والله، عارف المشكله في ايه؟ مش في ان انت الصوره، المشكله ان انت تجيبها هنا وتحط دي هنا. ما عادي لو انت حاططها صوره مش مشكله، ما يهمنيش ان انت حاططها صوره. ما هي الثانيه بتضيع ونفس الطريقه. انا مبسوط منك ان انت عملت حاجه كده، ومبسوط انك حطيت صوره، ضحكت عليا مش مشكله. ماشي الله ينور عليك. عبد الله برضه؟ ماشي. ده احنا عندنا كذا عبد الله هنا. في حد في تاسك تاني هنا؟ في اثنين. لا مش هات شو. مين تاني؟ كريم؟ كريم صلاح. مين كريم؟ كريم ستايل واحد ماشي. هو عشان هم ملفين مش ملاحظ انا العمليه، لكن لو كان في شويه صور كتار كنت اقول لك حطهم في فولدر اسمه مين؟ ايمجز. انت كده كريم صوره برضو؟ لا مش الصوره دي، ما ضحكتش عليا. بس انت كان عندك باك جراوند عن الموضوع ده يا كريم صح؟ لا ايه. حد يساعدك في طيب؟ محمد. حد يا محمد ولا مين؟ امر اقول محمد. احمد. طيب الله ينور عليك يا معاك. والله صح، انت كاش عندك خلفيه كتير. انجلر؟ طيب هي دي خلفيه. لا عارفين يا عم، الديفولب يا عم، الديفولب ما عندوش اي حاجه. ده ممكن بص ايه، انا عايز يكتب لي برنامج. مش مشكله. بس انت يعني اول مره تكتب سي اس اس يعني بالصوره دي؟ خلاص ماشي خلاص. ادي لينكات برضه دايما الديفولب. انت مش عامل ويتش ليف؟ مش مشكله ماشي. الله ينور. ده صوره بقى ولا ايه؟ لا تكست غير السيمبل. سيمبل لو بتدوس الت كذا كذا رقم بيعمل لك سيمبل كده زي كده كده كومبينيشن مع بعض يطلع ده كده. زي مثلا اعمل كده، زي مثلا اعمل العلامه دي، زي اعمل مثلا العلامه دي حاجه كده يعني مثلا كده. سؤال كده على البتاع اصلا. زي كده يعني طبعا مكمله من فوق 100 اساسا. بس طب فاضي يعني فاضي ده كويس شكل معين. لا انا مبسوط بالشويه اللي انت عامله. طب عملت دي ازاي عشان تعمل الوان؟ يا ابني الكومبينيشن بتاع الاسئله في ماشي، بس انت لو حطيتهم في اكس ام بي مش هيظهر، مش هتعرف تديها لون. اسبان ما ضبط اسبان لكل حاجه في اسبان. زيرو اسبان زيرو اسبان زيرو. انت ما ان انت تعملها جديد. ماشي ماشي، زي ما هو عامل بقى، هو عامل في ده بالسيسكو كده. عامل كده عامل كده. انت لاحظ جدا يا مين هو؟ كريم. الله ينور عليك يا كريم. جالري. مين جالري؟ عبد الله. محمد. احمد. لا احنا لازم نفتح الجالري ده. طيب هات الجالري لما نشوف ده بالسيسكو ده الجالري. طيب شكله بايظ. هو ده اللي بيكشفه لي من معانا. ايوه هو ده. قال لك ان هو ده الفلاش. هو ده اللي بيكشفه لي من معانا. هو شكله انت على الفولدر ده شكله بايظ. شايفين عمر؟ عمر؟ لا احمد. احمد ده؟ احمد ده؟ ماشي حاضر. بصي انا عجباني البوستر ده جدا.
هي الفلاشة دي شنو؟ في لسه ماشي ولا البدا؟ في واحد لسه تذكر من بالي ماشي ان شاء الله دي شنو؟ تعال تخلص بارت 1؟ بارت 5؟ طيب تاسك ليك عشان 3؟ تمام الله ينور عليك شنو كويس ان انت ايه بدات ايه تاخد اول بس تكملها كمان تحتها ان انت تعرف تحط الدفات دي بالشكل ده كويس جدا ان شاء الله تمام كان عندك خلفيه شنو عن اكسسس ولا كم شفت فيديوهات كده بالشكل البسيط لكن ما كنتش متعمقه في السيستس تمام الله ينور عليك شنو تمام ماشي تكست اريا دي في حاجه ثانيه شنو تمام الله ينور عليك شنو الله ينور عليك الشباب كله مين اللي حط ده اخر واحد على الفلاش بتاعته يا رب يفتح يا رب هنا مش حاجه ولا لا في فايف في برشات طب انا اخش ده انا بس الحته اللي شفتها عندي في البلد
الصور اللي مبقتش مضبوطه لما فتحت انت ال كده خلصت كده؟ اه خلاص انا خلاص كده بتاعت مين دي؟ اللي عايز مني حاجه هو ده شباب اللي عايز مني حاجه وما عندوش باك جراوند دي واحده دي ميجا دي ده هو تفاش ده من فايروس انا شايف اصلا ما فيش غيره عايزين نشوف التاسك عشان تاخد البونص بقى مع الناس شايف ال200 جنيه مع زميلكم بقى يوم واحد تاسك عشان الناس اللي عايزين جنيه بس انا حاسس ان هو كويس هو كويس انت لسه نقول لك حاجه يعني لسه ما قلتوش انت معايا كهرباء عايز ارن بس ده حلو ايه انا كنت عامل ده اوبشن مني ليكوا يعني كانت هديه انا كنت عايز اخد تسجيلات بس اللي عايز اي تسجيلات عايز حضرات لقدام عايز حضرات لورا يقعد انا موجود بس انا عايز امشي الناس دي الفلاشه منهم الفلاشه صلاح كليم هو وبلع الجهاز بتاعك ايه صلاح كليم عشان كانت صلاح انا فارس خدت منها المهات فارس تاني ده انا لسه على فكره الفلاشه دي الفلاشه دي فيها حاجه فيها لا حد فارس بس ده الفضه بتاع مين بروش كده انا بتاع يعني ده من فارس انا لسه حاطه دلوقتي لا متفارس انت الجهاز بتاعك متفارس ما هو عندي انا اشوف عندي لينكس اشوف لينكس اشوف هات اللابتوب ايوه النهارده هو عايز اقول لك الصبح ايوه انا حطيت على كل الفلاشات يا انا واثق 100% انه جميل انا واثق هو اللينكس ده حاجه جميله صح طيب ما تيجي تقعد معايا في الكلام صح ابعت للناس دي سكر عشان حاضر اهي مش خد خد كوبي خلاص خد كوبي خد كوبي احسن من سن خد كوبي وابعت الفلاشات دي كلها بص النهارده بتاع ابنك عشان ننزل ادخل على البي سي ادخل على البي سي ادخل على البي سي افتح البي سي هتلاقي 900 جيجا 900 جيجا ايوه اتش ده فونتو اتش بلا هي دي بتاعتك ديت يا ابني النهارده بتاع اهو يا ابني اتش ما انا لسه اشوف بس لا دي بتاعتك متاكد ماشي محدش ينسى الفيديوهات اتش اتش ايه ديت؟ ايوه ايوه فين؟ ايوه حط بقى ارمان كده خلاص؟ اه ارمان ده برضه نفس الصورة؟ لسه لسه انزل استنى اطلع العربية اه ماشي انا تعالى نطلع بقى بنزين معلش هو مش يعني عاملها ريسبونس بنسب مئويه ولا ميديا كوليكت طيب انا هاخد الاربعه ان شاء الله هي اسمها ميديا كوليكت هاخدها المره اللي بعد الجايه مش اللي جايه خلاص اختار الاونلاين 10 شاركوا بقى معاك في 200 جنيه انا ما اعرفش ماشي والله كلهم ماشي انا دفعت 200 جنيه انا عن نفسي والله لو عايز ادي كل واحد 200 جنيه بس هيبقى كتير خلاص انا عن نفسي لو عايز ادي كل واحد ها؟ اه والله ما ينفعش احنا هناك وهنا انا عايز بس الناس تشتهد والناس وده يديك دافع انا مبسوط والله اللي انت بتغير معايا وصلت للنتيجه دي الحمد لله مفيش حد دلوقتي من الجروب كده عنده مشاكل في ان هو يكتب اتش تي ام ال وسي اس اس خلاص علشان نبدا نطور نفسنا في السي اس اس شويه ماشي يا محمد بس ادينا التسكات يا محمد عشان عايز التسكات دي ما تمشيش مسحوها ايه اللي مسحها ما هو الفيشن الفيروس بتاعنا مسحوها والله ماشي ما انا معايا فيديو اهو اللي في التاسك